استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمكتبه بالديوان العام للوزارة صباح اليوم استقبل سعادة السيد راجنات سينغ وزير الأمن الداخلي بجمهورية الهند الصديقة والذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين. وخلال اللقاء رحب معالي وزير الخارجية بوزير الأمن الداخلي الهندي مشيدا معالي بالعلاقات التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة وما تشهده هذه العلاقات من تطور في مختلف المجالات، مؤكدا معالي حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات وتنميتها وفتح مجالات أرحب للتعاون مع الجمهورية الهندية بما يسهم في تعزيز مصالحهما، منوها بالتنسيق القائم بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية والسعي المشترك نحو ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة، مثمنا معاليه بجهود الجالية الهندية وإسهاماتها في التنمية التي تشهدها المملكة. من جانبه أعرب سعادة وزير الأمن الهندي عن اعتزازه بالعلاقات الوطيدة بين بلاده ومملكة البحرين والتي ترتكز إلى تاريخ طويل من التواصل والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات، مشيدا بما تتمتع به مملكة البحرين من تقدم وتطور وتعايش وتسامح بين الجميع، متمنيا للمملكة المزيد من الرقي والازدهار. كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.